نحن نعمل في شفافية تامة ووضوح كامل، ونحن نسعى إلى تأسيس منظومة ثقافية جديدة للدولة المصرية للمرة الأولى في تاريخ الوزارات الحديثة، وهذا شيء نعتز به ونفخر. وأنا شخصيا من دواعي فخري أن أستقبل في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة معالي الدكتور وزير السياحة، وهو صديق قبل أن يكون وزيرا، وشخصية أعتز بها وبنشاطها وتعتز به مصر كلها. بدأنا بقاع هذه الجلسة متأخرا بعض الشيء، لكن كنت يعني في مكتبي منذ الصباح الباكر، وحضراتكم عارفين برج مصر السياحة مش هعرف انزل من فوق بدون اسانسير، الكهرباء اتقطعت واتزنقت. فالاعتذار له سبب ليس يعني اي شيء اخر غير الظروف القاهره، وان شاء الله نعدي بقى. اليوم اصبح لزاما علينا وهو التحدي الاكبر، واكرر انه في تكليف الحكومه فيما يخص قطاع السياحه كان السيد الرئيس واضحا بهدفين رئيسيين. الهدف الاولاني واضح، هو استعاده الحركه السياحيه لمصر، والهدف الثاني هو تحسين الصوره الذهنيه في الدول المصدره للسياحه لمصر، بما يساعد على سرعه عوده حركه السياحه وتدفقها الى مصر. يتفضل الاستاذ الدكتور جابر عاشور وزير الثقافه.